بصراحة الموضوع جامد جدا والبرنامج روعة روعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الفيديو ده هقولك ازاي تقدر تستخدم افضل برامج المونتاج. انا كنت بتعب الاول في الافتر افكت والادوبي بريمير، لكن لقيت اداة جميلة جدا علشان اقدر استخدمها المونتاج. مفيش فيها اي اعلانات، ما تدفعش فيها ولا جنيه، الاداة مدفوعة، حتى مفيش فيها ووتر مارك. الأداة سهلة جدا، حتى فيها كمان الترانسليت أو المؤثرات أو الانتقالات عندي أفضل من أدوبي بريمير بمراحل. أنا كنت بتعب علشان أجيب المؤثرات الانتقالية علشان أضيفها عندي في الأدوبي بريمير، لكن الأداة دي جميلة جدا جدا وهي معانا كاب كات. كاب كات هنا ده شكل البرنامج زي ما أنت شايف الطريقة دي كده. لو جيت تنزله هتلاقي رابط التنزيل في الوصف أو التعليقات. هتنزل برنامج عادي جدا عندك على الكمبيوتر، وبعد كده يقدر يفتح معاك عادي لو انت بتستخدم الكمبيوتر، وبرضه هتلاقي منه اندرويد والاي او اس للايفون. طيب تعالوا كده نشوف شرح هنا ازاي نقدر نضيف صوره او فيديو عندي في الكاب كات. انا بخرج بره كده خالص، بتروح عندك على اي فيديو كده، وبعد كده بتضيف عندك الفيديو ده بالشكل ده. تمام، يعني لقيته افضل من ادوب بريمير لانه بيعرض لي الصوره وبيعرض لي مكان عادي اول ما قعدت هنا على الكاميرا، وبعد كده من اول ما قمت خلصت الفيديو بتاعي. برضو هتلاقي في دي في ادوب بريمير، لكن بتحتاج انك تكبر الصوره شويه. الموضوع في الادوب بريمير ده انا هلغي كلامي على ادوب بريمير خالص وخليه كلامنا كله على البرنامج ده كاب كات. طيب دلوقتي بقى هتلاقي في حاجه اسمها عندك فوق هنا ميديا، وعندك هنا اوديو اللي هو الصوت، وعندك هنا التكست اللي هو الكلام اللي انا بقدر اضيفه على الفيديو، هنا الستيكر، عندك هنا الافكت او المؤثرات، عندك هنا المؤثرات الانتقاليه وهنشوفها مع بعض دلوقتي، عندك هنا كمان الفلاتر، وعندك هنا ضبط الالوانات. طيب تعالوا بقى كده نشوف الفيديو بتاعنا هيبقى عامل ازاي. عندك هنا الاوديو طبعا ده بتقدر تتحكم في الصوت، والفيديو تقدر تتحكم في الفيديو بتاعك في اوضاع وحركات الفيديو. كمان الفيديو عايز تدور هنا روتيشن، وعندك هنا الاوضاع البوزيشن شمال يمين فوق وتحت، هنا الطول والعرض. تمام، هنا الاوديو عندك بتتحكم في الصوت زي ما انت عاوز. عندك هنا الانيميشن بتقدر تضيف اي مؤثرات انتقاليه انت عاوزها، تقدر تنزل اي مؤثرات انتقاليه انت عاوزها براحتك، ودي حاجه اسمها تراكنج وهنعرفها دلوقتي مع بعض. طيب تعالوا بنا كده نشوف على الادوات اللي تحت هنا. عندك هنا اللي هو اللي هنا السلكت، تقدر تتحكم في الفيديو رايح جاي زي ما انت عاوز. دي الباك، يعني مثلا لو عملت اي حاجه غلط، ونفترض مثلا ان انا قلت انا رايح اعمل كده، بتضغط ضغطه واحده كده علشان يرجع كل اللي انت عملته من جديد، وانا ضغطه واحده عشان برضو يعمل اللي انت كنت عامله الطريقه اللي انت كنت عاملها اللي فاتت. طيب دلوقتي كمان بتقدر تتحكم في الثواني بتاعه الفيديو بتاعتنا. كمان هنا بتروح عندك ترجع خطوه كده، هتروح هنا حاجه اسمها عندك الكت، انا هرجع ورا خالص كنترول زد، هتلاقي في حاجه عندك اسمها كت هنا او قطع الفيديو، انت لو حبيت تعمل قطع للفيديو. عندك هنا حاجه اسمها الديليت، وهنا الدمج، وهنا بتقدر تغير الصوره، هنا بتقدر تدمج الصوره. هنشوف مع بعض شرح للبرنامج المونتاج المجاني ده. طيب تعالوا بينا كده نضيف اي اضافات عندنا من اللي احنا شرحناها دول. انا هبدا الاول بتعديل او تحسين الفيديو. انا كنت باصص في جنب كده، قمت انا رايح على طول عايز ابدا من اول ما انا قلت السلام عليكم او بدات الفيديو بتاعي، ومن هنا رحت قمت انا ضغط ضغطه كده، قمت انا رايح اعمل قط على الصوره دي كده، هلاقي الفيديو اتقسم نصين، بقوم ضغط على الفيديو اللي فات وبقوم عامل له ديليت او حذف. بعد كده بلاقي على طول بشكل تلقائي الفيديو بتاعي راح ناحيه الجهه الاولانيه كده، او راح الاتجاه الاولاني، واللي فات خلاص اتمسح. طيب دلوقتي بقى انا عاوز برضو اعمل نفس الطريقه على الفيديو اللي فات، وانا بقوم هنا من على الكرسي وكده خلصت الشرح بتاعي، بضغط برضو على برجع خطوه، انا كده مسحت الفيديو بس برجع خطوه كنترول زد، وبرجع تاني هنا كده علشان اقف لحد هنا واعمل كت هنا للفيديو، وابدا اعمل ديليت للجزئيه الاخيره دي. طيب دلوقتي انا عايز اروح عندي على الستيكرز هنا، او اروح عندي على الاوديو. تمام، ده بتضيف اي مؤثرات صوتيه او اي صوت في الفيديو ده. انت بقى عايز تضيف حاجات نازله من التيك توك، عندك حاجات نازله من بره من على اليوتيوب، كل حاجه هتلاقيها موجوده عندك، او تدمج الفيديو بتاعك بصوت خارجي. طيب
عندك هنا التكست، لو انت حبيت تعمل اضافه هنا هتلاقي فيه العلامه دي، بتكتب اي حاجه انت عاوزها. ولنفترض مثلا هكتب اسمي سواء كان باللغه العربيه او باللغه الانجليزيه، تمام. انت ممكن تعمل لنفسك ووتر مارك عادي جدا، بعد كده ممكن تشيل الاسم ده بالشكل ده كده، وبعدين بتضيفه هنا وتكبر وتصغر زي ما انت عاوز. طبعا انت بتحط هنا بتحدد حجم او مده ظهور الاسم براحتك خالص، حتى كمان هو بيعمل لك تحديد ان بيقول لك دي اخر علامه الفيديو، زي ما انت شايف كده في علامة خط ازرق كده ظهر، انا ممكن اخليها بالمده دي مفيش مشاكل، تمام. طيب وانا افترض مثلا ان انا عايز اروح عندي على الستيكرز هنا، وممكن اكون انا بشاور على حاجه معينه انا عاوز اضيفها، انا هضغط على العلامه دي على طول بيتعمل لي فيها داونلود، بتقدر تتحكم فيها زي ما انت عاوز. دي كده انت عملت لها هنا اضافه، بس دي كانت اداه تجريبيه، لكن انت عاوز بقى تضيفها بجد وتحطها عندك في برنامج المونتاج، بتروح عندك على العلامه دي وتضغط على علامه الزائد او اد تو تراك، بعد كده تضغط كده عليها وتقدر تتحكم فيها زي ما انت عاوز، تقدر تلفها شمال يمين زي ما انت شايف كده، حتى كمان ان هي بتظهر عندك هنا وبيقول لك ان هي ظهرت علشان تقدر تتحكم فيها براحتك. طيب دلوقتي تقدر تتحكم فيها، انا ونفترض ان انا اخليها للجزئيه دي بس، بعد كده ممكن اختار اي حاجه تانية، مثلا بيقول لك دي شكلها بالطريقه دي، تضغط على علامه الزائد علشان نختارها ونقدر نكبر ونصغر كده. ولو جينا نمشي الفيديو زي ما احنا شايفين هتلاقي فيها العلامه ظهرت بالشكل ده كده، او الاستيكر ظهر معانا وهو متحرك. هتلاقي فيه استيكرات كتيره جدا عندك، يعني الموضوع بسيط قوي 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 يعني، وهتحبه كمان يعني، هتلاقي كل حاجه انت عاوزها وكل حاجه انت بتشوفها عندك سواء كان على اليوتيوب او على التيك توك. طيب دلوقتي بضغط على كلمه افكت هنا وتبقى هنا المؤثرات او اشكال المؤثرات اللي انا عاوز اضيفها. طيب دلوقتي بقى انا عشان اضغط ضغطه واحده كده برجع ورا خالص واختار مثلا التاثير اللي انا شايفه ده، هيتغير شكل الفيديو معايا بالطريقه ده كده، هيتغير بس يعني بشكل مؤقت عشان احنا ما ضغطناش على علامه الزائد، لكن لو احنا كنا ضغطنا عليها نقدر كمان نتحكم في احجام الصوره والوانات الصوره، ودي حاجه اسمها الافكت، واللي انت عاوزه هتلاقيه. حتى كمان في حاجه اسمها بلور، لو انت عاوز تعمل بكسله للصوره وتيجي تضيفها عندك تقدر تتحكم في حده البكسله والسرعه بتاعتنا. طيب دلوقتي انا عاوز ارجع للصوره الاصليه بتاعتي، بقول له كنترول زد كنترول زد لحد ما ارجع للصوره بتاعتي الاصليه، هتوصل معاك الصوره بالشكل ده كده، بتروح بتشد الشريط ده بالطريقه دي، وكده خلصنا مرحله الافكت. ننتقل بقى لمرحله الترانسليت او مرحله الانتقالات بين الفيديوهات. ولنفترض مثلا ان انا حبيت عايز اضيف صوره هنا او اعمل انتقاله هنا، بقوم رايح عامل كات هنا للفيديو واخلي العلامه الانتقاليه بتاعتنا مثلا بالشكل ده كده، هقول له علامه اداء اللي هو زائد، زي ما انت شايف هي اتضافت في النص هنا بين الصورتين، يعني هو اصلا في الاصل كان في تقسيمه هنا، يعني لو جيت تلاحظ في تقسيمه هنا، جزء هنا وجزء هنا. طب انا دلوقتي معاكم هروح على حاجه اسمها الانتقالات، وازاي تقدر تعمل مؤثرات انتقاليه عندك في الفيديو. هتروح عندك على الفيديو بالشكل ده كده وهو خالي من اي تقسيمات، وتروح مثلا تعمل تقسيمه للفيديو ده بحيث ان هو يكون هنا عندك مكون من جزئين بالطريقه دي كده. بعد كده بتروح عندك على في حاجه اسمها ترانزيشن او بتعمل حاجه اسمها الانتقالات، بتروح تختار اي انتقاله من الانتقالات دي اللي انت عاوزها. مثلا انا هختار حاجه زي دي كده، زي ما انت شايف عمل التاثير ده او عندك التاثير ده، في عندك اكتر من تاثير ممكن تضيفه زي ما انت عاوز. ده حاجه اسمها بلاك سموك، تقدر تضيفها عادي جدا زي ما انت شايف اللي حصل، وكان ده البلاك. اكتر من تاثيرات هتلاقيها موجوده عندك، انا ما لقيتهاش في الادوبي بريمير. طيب دلوقتي اروح عندي على الفلاتر، ودي فلتر الصوره بتاعتي، عاوز انت مثلا تخلي الصوره لونها ازرق شويه، تخلي الصوره لونها احمر شويه، دي ما فيش فيها اي مشاكل، انت وراحتك يعني، انت برضه هتشوف الكلام ده في تعديل الفيديو او في ضبط المونتاج بتاعك. كمان هتلاقي حاجة عندك هنا، في عندك بعض الفلاتر، عندك كمان في الأكل أو أنت بتستخدم الإعلانات، عندك هنا في الأفلام، عندك هنا الريتو، وعندك هنا المونو،
هتلاقي فيه حاجات كتيرة قوي في الفلاتر انت هتلاقيها اصلا موجودة في اي تطبيق عندك، سواء كان تطبيق الانستجرام، تطبيق تيك توك، على كاميرات كتيرة جدا هتلاقي الفلاتر دي اكيد الكل بيحتاجها علشان بيستخدمها في تعديل الصورة بتاعته. عندك هنا اللي هو ضبط الالوان، هنا براحتك خالص، انت عاوز تعمل ضبط للالوان مفيش مشاكل، مش عاوز انت خليها زي ما هي كده. طيب تعالوا بينا كده نبص بصة تحت كده نشوف الادوات دي ايه. الادوات دي ممكن تساعدك على اخفاء الصورة، يعني مثلا انت عايز تخفي الصورة دي عملت لها اخفاء كده او حاجة اسمها عندك ظهر لك كلمة هيدن، انا ممكن اكبر ده شوية عشان يبقى الموضوع اوضح. ركز كده معايا في السهم ده، دي حتى كمان علامة السهم بالشكل ده موجودة، ممكن تخفيها عادي جدا بحيث انك تشوف الصورة من غير السهم، ممكن تضيفها، ممكن تعملها قفل للصورة بحيث انك ما تعرفش تعدل عليها ولا تحذف عليها. يعني بصراحة الموضوع جامد جدا والبرنامج روعة روعة. طيب دلوقتي انا حبيت ان انا اقدر اتحكم كمان في مستوى الفيديو زي ما انا عاوز كده، ممكن تقدر تحذف تقف هنا وتعمل ديليت عندك على الكيبورد، وكمان برضو تقف هنا وتعمل ديليت عندك على الكيبورد وما بيبقاش الا الحاجات دي. زي ما انت شايف كده انا حاولت ان انا اظبط واعدل على كل حاجة، واقدر اعمل اكسبورت كمان اللي هو استخراج الفيديو. يعني انت لو جيت حتى تعمل تضغط ضغطة كده على الفيديو هتلاقي عندك كده كلمة تسريع، تقدر تسرع الفيديو زي ما انت عاوز بحيث ان الفيديو يمشي معاك بالطريقة دي كده. طيب عايز ترجع الموضوع ده تاني بتقول له كنترول زد عادي جدا، تمام، بس من هنا بقى بتضغط على حاجة اسمها اكسبورت، طبعا عملنا كنترول اكس، هتلاقي في حاجة عندك فوق هنا اكسبورت علشان تقدر تعمل استخراج للفيديو بحيث ان هو يطلع بالشكل ده كده. المفروض عليا ان انا اعمل ايه؟ ممكن تختار جودة الفيديو، عندك جودة الفيديو من اول 480 بت لحد ال 4K، ونفترض ان انا اختار ال 4K بيظهر لك هنا تحت حجم الفيديو بتاعنا. لو جيت اختار عندي هنا ال 1080 بت هيقول لك هنا حجم الفيديو 4 ميجا، انا هختار ال 4K بحيث ان هو يكون جودة احسن وافضل واعلى. هتختار عندك الكود ده اللي هو H264، المهم يكون ال H264 ده بيتحول بصيغة MP4. بعد كده بتضغط على كلمة اكسبورت، هتسيب كل حاجة زي ما هي كده، وبيبدأ يعمل معاك ريندر للفيديو بالشكل ده. وممكن كمان تعمله اكسبورت عندك على اليوتيوب، هيساعدك انك تضيفه على طول على اليوتيوب او على التيك توك، انت بس كل عليك الغلط بس اوبن فولدر، بعد كده بتفتح الفيديو بالشكل ده كده، هتلاقي الفيديو اللي احنا عاملينه اللي انا اصلا كنت مسرعه علشان ما يعملش معايا ريندر كتير او يطول معايا في الاكسبورت علشان اقدر اعرضه لحضراتكم. البرنامج سهل جدا ومجاني، وبصراحه احسن من ادوب بريمير كتير، هتلاقيه موجود في الرابط او التعليقات. وده كان شرحي في المونتاج، المونتاج ما كانش بقى يعني زي الاول، بقى معقد في الادوب بريمير وبتحتاج الافتر افكت وبتحتاج برامج الادوبي علشان تقدر تعدل بس صوره ليك، لكن الكاب كات بصراحه كان روعه 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 في ادائي في المونتاج. وكان ده شرحي الكامل على البرامج المونتاج المجانيه او برنامج المونتاج المجاني للمبتدئين وكمان للمحترفين. يعني بصراحه يعني انت لو جيت تستخدمه انا هحب ان انا استخدمه اكتر من ادوبي بريمير بمراحل. وكده انا شرح انتهى، اتمنى يكون الشرح عجبك، يا ريت ما تنساش تدعمني بلايك وسبسكرايب للقناه، ولو احتجت اي حاجه تقدر تتواصل معايا في الكومنت انا هرد عليك ان شاء الله، واشوفكم في حلقه جديده ومع السلامه.